هلا والله، اليوم بسولف لكم عن واحد من أجمل عطور أمواج اللي تحمل الطابع الكلاسيكي، وأنا شخصيا من عشاق هالستايل في العطور، لأنه فخامة الماضي تتميز بشيء معين، بروح معينة، دي ان اي معين في العطور. أنا كثير أحب يعني الزهور البيضاء، الزهور الصفراء، التتش البودري الخشبي، عموما هذا ستايل من العطور المفضل. عطر أوبار صدر عام 1995، يصنف على أنه نسائي بذاك الوقت، بس اليوم يونيسكس هو بقوة بالنسبة لي. قام بتوقيع هذا العطر كريستيانس أغوماتكس، لو ما خاب ظني هذه مؤسسة تحمل تحت مظلتها عدة عطارين يقوموا بتصنيع وتصميم العطور. افتتاحية العطر اليوسفي والبرتقال وأوراق البنفسج وليتزيا كوبيبا اللي يصنف من ضمن الزهور الصفراء، والقلب الياسمين اليلنج يلنج، زنابق الوادي، أخشاب الورد من بالي، ومسك الروم، وزهر البرتقال، والفريزيا. أما الأساس والقاعدة العنبر الأسود، خشب الصندل، وبلسم كوباهو، والفانيلا، والباتشولي، ونجيل الهند. هذا العطر أعجز وأنا أقولكم رائع، يناسب كل الفصول وكل الأوقات. كان ذاك الوقت يصنف على أنه نسائي، بس اليوم وبالتغييرات اللي طرت على عالم الطور بالنسبة لي يونيسكس هو بقوة يناسب الرجال والنساء، بس فئة عمرية فوق 30 سنة، لأنه عطر كلاسيكي ويشبه عطور التسعينات والأوليين اللي أنا أعشقها منذ الصغر. فهذا العطر يناسب الكل وكل الأوقات وكل الفصول، رائع. وصلنا للمحطة الأهم، ثبات وفوحان العطر بين قوسين الأداء. عطور أمواج بشكل عام تتميز بنقاء وصفاء وجودة عالية في المكونات والمركبات العطرية، وهذا ما يميزهم في السوق. وعندهم عطور تصنف كأقوى عطور من بين كل العطور والماركات. أما لما نتكلم بشكل خاص عن عطر أوبار، الثبات جدا عالي جدا، أما الفوحان جيد جدا، لا متوسط ولا ممتاز، في النص، بس يصنف حاليا ممتاز مقارنة بالعطور الأخرى. ليش؟ لأنه عطر أوبار يعني يحمل طابع كلاسيكي ناعم مهذب لطيف، فلما ينتشر في المكان ينتشر بشكل عذب ومتناغم مع الأجواء المحيطة، بعكس العطور اللي تكون مكوناتها هارش وصاخبة وقوية، لما تنتشر تنتشر بحدة وبقوة، تكون أحيانا مزعجة إذا ما ارتديت العطر بالوقت والمكان المناسب. أما عطر أوبار بما أنه عطر كل الفصول وكل الأوقات، فهادي حتى انتشاره في المكان هادي وممتع، أنصحكم فيه وبقوة، خاصة إذا أنتم محبين الروايح الكلاسيكية. نلتقي في فيديو قادم بإذن الله.